قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات كم قصة وبداية وبداية ونبع هداية هداية لكل نور ذكرى وآية وحكاية كم قصة وبداية هنا ونبع هدايا لكل نور ذكرى وآية وحكاية وآية وحكاية الشيخ الدكتور فرحان عبيد الشمري علم من أعلام الجهر الغراء كان يفتي فقط لشمر ثم صار بالجهرة ثم صار متاحا عبر حسابه في تويتر وإنستغرام وسناب شات صار متاحا للجميع رحب فيك الشيخ حياك الله عبيد يا هلا مبارك الله يحفظك هل فعلا كنت تفتي فقط لشمر ولا شنو قصتها هذه دعاية في البداية وثم إشاعة يعني كان مداعبة مع أحد المغردين ثم اشتهرت هذه التغريدة حتى انتشرت ولا في الأصل شو يقول كان يقول يعني أنت تفتي لشمر فقط واللي خواله شمر قلت اسأل لعل خوالك شمر أفتي لك فكانت مداعبة معها في البداية لكن بعد ذلك يعني تفاجأت هذه كان في أول بداية تويتر وكان أعداد يعني المتابعين قليل جدا ثم بعد ذلك يعني اشتهرت يعني في 2015-16 كذا عادوها مرة ثانية ونعم فيك الله يحفظكم بارك فيك طال عمرك هذه الساعة المباركة وإحنا يعني عبر برنامجنا آية وحكاية دائما نسأل ضيوفنا عن آية أثرت في حياتهم أو آية كانت قاعدة في حياتهم أو كونت شخصيتهم وحكاية هذه الآية معهم فما هي الحكاية وما هي الآية نعم أبو راشد القرآن كله يؤثر في الإنسان ولا شك أن القرآن الكريم هو الذي يثبت قلوب المؤمنين ولكن أحيانا تصطف بعض الحوادث فتأتيك آية يهدي الله سبحانه وتعالى من روعك ويشرح بها صدرك سبحان الله كان في يوم من الأيام عندي بعض الهموم والهموم تكاثرت علي حقيقة حتى هموم دنيوية ولا؟ لا ليس الدنيوية بفضل الله وإنما هي يعني عندي مشاريع كثيرة جدا خيرية طباعة مصاحف طباعة كتب دعوية دعوية وغيرها حاجات المسلمين كثرت علي وكثرت الطلبات في الجمعية الخيرية عندنا ثم بعد ذلك نعم الهم هذا أي والله نعم الهم لكن الإنسان يحس في نفسه يعني حسرة أنه وده يخدم المسلمين أكثر وأكثر لكن على قدر استطاعته فلما كنت أفكر كانت يعني الهموم هذه شوشت علي حقيقة وأنا إمام مسجد فقلت أنا ما أقدر أصلي صراحة إلى هذه الدرجة يعني ما تقدر تصلي بالناس نعم الحقيقة تشوشت جدا لكثرة حاجات الناس فصليت خلف أخي في مسجده وتلاوته جميلة فقرأ سورة هود وفي آخر السورة ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله. الحقيقة الآية كأني أول مرة أقرأها الله أكبر الله. وقرأها بتلاوة
وأيضا قطعها، فصار في قلبي أن هذه الآية هي تصلح لي ولجميع البشر. بل بعد التفكر فيها بعد الصلاة وجدت أنها تصلح خارطة الطريق لكل مسلم. سبحان الله. فهي سبحان في أربعة محاور الحقيقة لو تأملناها وجدنا أن كل إنسان يحتاج. أنت براشد عندك آمال وهموم وغايات وحاجات، وأنا وكل مستمع ومستمعة عندهم هذه الحاجات. سبحان الله، حصلت بغيتك في الصلاة. حصلت هذا مصداق قول الله عز وجل في المصائب: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. إن الله مع الصابرين. الله أكبر. ثم ألحق يعني: ونكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. سبحان الله. فالصلاة هذه فيها نور، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز الجيش أحيانا في الصلاة. نعم سبحان الله. فالمحور الأول في هذه الآية التي أثرت فيه الحقيقة: ولله غيب السماوات والأرض. حاجات التي أريدها، الآمال التي أتطلع إليها في علم الغيب، هل ستأتي أو لا؟ كذلك كل محتاج، الفقير يحتاج إلى الغنى، والمريض يحتاج إلى الشفاء، والأعزب يحتاج إلى الزواج، والمتزوج يريد الولد، والمرأة تريد الحمل، وهكذا كل الناس لهم حاجات. هذه الحاجات يعني أين هي؟ في علم الغيب. هل ستأتي أو لا؟ في علم الغيب. طيب كيف نتطلع إليها؟ كيف نعرف هل تأتي أو من يملكها؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك في المحور الثاني من الآية: وإليه يرجع الأمر كله. الله. لا تذهب إلى كاهن، إلى عراف، إلى ساحر، إلى مشعوذ، لا تذهب، الأمر عند الله وكفى. ما يمكن أبدا أن تستطيع أن تحصل على معلومة صغيرة من يعني علم الغيب هل ستأتي هذه الأمور أو لا. فإذاك الله سبحانه وتعالى قطع الأمر ووضح لك فقال: وإليه يرجع الأمر كله. الله. طيب إذا كان الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإننا نريد أن نستمطر رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن نستجلب الغيث من الله واللطف والرحمة والرزق من الله سبحانه وتعالى. فكيف يا ربنا أعطانا في المحور الثالث من هذه الآية؟ فقال الله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. فدل على أن الحاجات تتأتى بالعبادة والتوكل. عليك أن تصبر، عليك أن تتقي الله جل وعلا، عليك أن تأتي بالعبادة الصحيحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، حتى ربنا سبحانه وتعالى يعطيك سؤلك. وتوكل أمرك إلى الله عز وجل. وتوكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى النصوص الشرعية، مثلا قول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. فأرجعنا إلى الاستغفار حتى نحصل مثل هذا الخير والنعمة والرزق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة. الحج والعمرة عبادة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا أيضا من العبادة. أيضا آيات كثيرة كلها تدل على الرزق، وأن الرزق يكون مع العبادة. لما جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه يجلس عند النبي وهو يعمل. الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. الله. لعلك ترزق به، لأن هذا قاعد يتأبد وبالعبادة يتحصل مثل ذلك. المحور الرابع في هذه الآية مهم جدا، وهو أن بعض الناس قد يقول: عبدت الله ودعوت الله واستغفرت وتصدقت وعملت الأمور الكثيرة، لكن طال علي الوقت ويعني لا زالت الحاجة موجودة، والله سبحانه وتعالى ما أعطاني سؤلي وغير ذلك من الأمور. في آخر الآية قال الله: وما ربك بغافل عما تعملوا. أنت كلما تتقرب إلى الله جل وعلا اعلم أن الخير يأتيك. بهذه المناسبة وراشد بقول لك قصة حصلت لحد شبابنا. أيام الغزو العراقي أخذوه يعني أسير،
فكان معه أكثر من 700 واحد من أو أقل من الأسرى، فكانوا في السجن. هذا الرجل يحفظ القرآن الكريم وكان يتلوه الليل والنهار، يختم كل 3 أيام ما شاء الله. فكان الناس عنده، فهو من كثرة تعلقه بالله جل وعلا وذكره وتذكيره ويحفظهم القرآن أيضا في السجن، فكان واحد إذا مرض يأتي يقرأ عليه الفاتح 7 مرات الله يشفي. الله أكبر. من شدة قربه إلى الله، لما خرج ورجع إلى الكويت وخالط عافس الأهل والأولاد كما يقال، يعني صار عنده بعض التقصير، صار عنده بعض كذا، فيجون اقرأ علينا، يقرأ ماكو شيء، ما عاد الأول. فهذا دليل على أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يقولون السلاح بضاربه. نعم أحسن، هذا صحيح. والإنسان لابد أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن كالنخلة. العلماء كتبوا في ذلك كيف المؤمن كالنخلة، كتبوا 70 وجه شبه بين المؤمن والنخلة. من هذه الأوجه أن المؤمن لا تسقط دعوته كما النخلة لا تسقط ورقها، لا يسقط ورقها. فالمؤمن لو دعا الله سبحانه وتعالى له 3 خلال، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من المكروه مثلها، وإما أن يدخرها حسنة يوم القيامة. الله يتقبل. يأتي يوم القيامة فيرى حسنات، ما هذه يا رب؟ هذه دعواتك التي لم أستجب لك بها. فالإنسان لا يحزن إذا الله ما استجاب له، لأن الله حكيم، الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. مو أنت اللي تختار، مو أنت اللي تدبر، مو أنت اللي تعرف، في أشياء تصلح لك، في أشياء ما تصلح لك، من اللي يقرر هذا؟ من اللي يحكم؟ من اللي يصرف الأمور؟ الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك على المسلم أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بغافل عما تعملون، الله مو غافل عنك. سبحان الله، آية جامعة مانعة سبحان الله. نعم. فيها من التوحيد وكمال التوكل، وكانت قصة عجيبة وآية مؤثرة. وكل يوم معنا آية وحكاية، لكن احنا استمتعنا معكم شيخنا أبو عثمان، ونشكرك على هذه القصة الجميلة، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين. رمضان التوبة والصدق، رمضان الهمة والسبق، وأنا المشتاق لنفحته، إن صمت فما صام الشوق، شهر الريان أتركه، وأمامي قد فتح الأفق، فأردت رتابة أحوال، لابد وأن يحدث فرق، رمضان التوبة والصدق، رمضان الهمة والسبق، وأنا المشتاق لنفحته، إن صمت فما صام الشوق. يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي، هي في عيني، هي في ذاتي، وأراها وأحب أراها، وأصبر نفسي للقاها، معجزة ربي يبقاها، حرما يزخر قصة وبداية هنا ونبع هدايا.